يا اخي انت اورنجينو والله متميزين. صح الضيافه توصل لك لين السياره. شكرا. صح اورنجينو فرع الصاروج. انا اقول انت وينك؟ الله يسلمك. اشوف انت مستفيدين لك. صار لك زمان ما حبيبي. الله يسعدك. محلك والله. لكم وحشه. والله الله يسعدك يا رب. الله يجزيك الخير على الشغلات الحلوه اللي عملتها. واجب. كيف فرع صحار اموره طيبه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يحفظك. الحمد لله. حياك الله ابو حمد. ابو حمد ايش جاي تسوي؟ جالس مسرور ومريض. موجود؟ بدل لا يشتري ورد ويضيع يسوي شغل زمان اول كل ريال تحت راسه. وايد وايد ما قصرت. بيض الله وجهك. ما قصرت. بيض الله وجهك. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هذا ريال في بيت بارك. يا ريال. سلامات سلامات. ألف لا باس عليك. ما تشوف شر. أحيدك تعاني من قبل عن الديسك. والحين كيف يسوي؟ ايش قررت؟ عملية. كيف أمورك؟ طمني عنك. الحمد لله. ما قصر. ما سبورك أمبونا. أمبورك؟ أمبورك. تقول لي نعودك. ما تشوف شر. جاسم. أبو سالم شو أخبارك؟ طيب. تستحجون سلامة الشيخ. الله, الله يحفظك يا رب. اليوم احنا في مستشفى مسقط الخاص. هذا المستشفى الراقي اللي يا أخي شيء كذي تعتز أن عندنا في عمان مستشفى راقي مثل مستشفى مصر الخاص. وفي زيارة أبو حمد مسوي عملية والحمد لله على سلامتك وخطاك الشر وما ما تشوف شر إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. الله يعافيك يا رب حبيبي. عرسي عرسي عرسي. ها يا جماعة اليوم ها هذا ما بقولكم آيفون. هذه شيء لكم هدية هدية خاصة من عندي أنا. أباكم اليوم تحشروا لي تليفون سنابه تشكروا له بالسلامة وتكتبوا له الحمد لله على السلامة وخطاك الشر. ما تشوف شر إن شاء الله يا الغالي. الله يحفظك. ها بعد المتابعينك ها لهم بعد غرفة من عندنا. يلا ثانية لا للمتابعين بالله عليك. غرفة نوم. والله اللي أبو حمد من تعقل. سنابين هذين السنابين ضيفوهم وبنوزع غرفة نوم متكاملة من العنوان للأثاث. فجروا السنابين وإن شاء الله شهريا في مفاجأتك. شهريا زيدني زيدني كل يوم بيهني يعني المستشفى.